لا يا عم المفروض بس تكون معلق. هذا سؤال حلو. ايش اكثر شيء تخاف منه رغد؟ لا قلم الكحل أهم من حياتي وحياتك، صح؟ تمام. ميك اب. اكثر شيء تخافين منه؟ ممكن تجاوب انا اقول لك صح ولا غلط، عارف انت ولا انا اقول؟ اكثر شيء الظلمة. الضلمة، وبخاف من المرتفعات ومن الحشرات ايش بقيتي؟ بس كده. يا ريت تتكلم معايا باسلوبك احسن من كده. طيب اوكي. فريد اكتر حاجة بحبه فيه بصراحة عنده لام بلا غريبة، ايش يعني؟ يعني عنده برود كده، بس البرود ليه طعم كده، الدنيا تقوم وتقع والدنيا تتشال وتتهبد، وفريد ملهوش علاقة، نايم على طول، ملهوش علاقة بالدنيا بتحصل ايه جنبه. فده اكتر حاجة بحبه في فريد، طيب وشعره حلو فريد. ثانكس ماي. والله شعرك جميل، بسم الله ما شاء الله. شكرا شكرا. انت بتحب فيا ايه بقى؟ الحين لازم امدح. حنيتي وطبتي، هاو ايه تاني؟ اصبر انا اقول لكم ماشي. الاشياء اللي احبها في رغد. لما تعصب. لما تعصب هذا اكثر شيء احبه في رغد. لما تعصب. ده كل الناس بتكرهني لما بتعصب، ده لا غريب قوي غريب. لما رغد تعصب كل الناس يضايقون، انا اضحك. انا كذا عشان عارف اني هبله، بطلع وبنزل على ما فيش، عارف بس يعني. هذا اهم شيء يعني. ومن اول ما طلعت فيها اصلا، من اول مره تقابلنا قلت هذه هي اللي بتشرشح ابو ام سديم. زين، وهذا اللي صار صدق. اوكي على فكرة أنا كيوت أكتر من كده، يعني أنا مش نتكلم عن فاهمة أنت، العصبيه. العصبيه مش فاهمة أنت واخد عني فكرة ليه، نتكلم عن العصبيه. وحش. مين أكبر عندك؟ رغد عندك مشكلة مع هشام؟ لا قالت لا. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اوه اليوم نبي نستفزها يا جماعة، نبيها تعصب في البث. يلا. الحاجات اللي بتعصبني في الأشخاص اللي قدامي يعني، ولا عموما؟ عموما يعني بكره الغباء، يعني شخص غبي قدامي ممكن يوصلني لمرحلة عصبية، واللي يشغل مخه عليا. بمعنى ايه؟ اللي يجي يعمل ويلف ويعمل حوارات وهو غبي اصلا، وانا فاهمه ان هو غبي، زي يعني مين؟ ما تعملش ذكي زي مين؟ وانت غبي. ناس كتيره يعني، انا لا مش زي مين من مشتركين لا سديم؟ لا ما تقوليش زي مين، تمام؟ بعدين ابقى اقولك اوكي. وانت ايه عارف مين. بتقول لي؟ فما بحبش ما بحبش بقى اللي عامل نفسه ضحيه، يعني اللي هو كانه كيوت وجميل والناس كلها اشرار وهو اللي ضحيه، وهو استغفر الله العظيم يا رب يعني. اوكي زي مين هبقول لك بعدين. اوكي حلو. يلا. واو اوكي يا اخي ما سالف لنا قصة عشق وحب من وانت صغير. يا جماعة اقسم بالله القصة انت حبيت هذه. قبل كده اصلا؟ لا اسمعي، في لا قصة. اسمعي، ما تخلينيش اسمعي، اضحك قدام الناس وطلع في سيدي هادي. في قصة صارت لي وانا في التمهيدي. تمهيدي هذه مرحلة قبل الابتدائي. زين، كان عمري يمكن 6 سنوات. اوه ماي جاد، للحين عندي صور للشيء هذا بس في بيتنا يعني، مو معي الحين، البوم صور وكذا. اسمعي، حتى هي اول مرة تعرف السالفة. والله السالفة قوية مرة. اسمعي، كنا في التمهيدي. زين، لا 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 والله العظيم ما عنديش غيره. خلاص والله تقفلين عينك والله ورش. تلعب في الميك اب تقفلين عينك والله ورش. ماشي، ركزي معاي. ماشي فريد، فريد المهم سيب الحاجات. خلاص طب خليني اكمل سالفتي. خلاص يا في واحد قايل كلمة قليلة الأدب في البث وأنا مش عايزة أتكلم. اسمعوا اسمعوا سالفتي. خلاص كلمة وحشة. اسمعوا سالفتي. بلوك. طب اسمعوا سالفتي اول. بلوك ورايح دماغك بس عشان هيقعد يشتم فيك. خلاص فوق صار. اسمع اسمعي. ماشي المهم، خلاص زي اي احد يسب يجيب لك. ها زبده. كنت في الابتدائي. زين، بس الفاونديشن بس عشان ايه؟ من الحاجات دي جابها ايه؟ بفلوس وما عنديش فلوس اجيب غيرها. طيب ممكن اقول سالفتي؟ ممكن اقول سالفتي؟ ماشي اسمعوا السالفه. الحين كنت في التمهيد. زين، كنت متاثر بالافلام والحب وكذا يعني وحركات. كان في وحده اسمها مشاعل. مشاعل ذي يا جماعه كانت صاروخ عندنا، مع انه كان عمره 6 سنوات بس كانت صاروخ الزبده. كنت بالغ انت في 6 سنوات؟ كنت خاك عليها والله، كنت معجب فيها يعني. براءة الاطفال يعني. شو براءة الاطفال ايه وزبده ايه؟ اسمعي طيب، تبقى بالغ الاول بعدين اتكلم وتقول هنوف وبتقول مشاعل.
بثنا. المهم تو متفكد بنت والحوارات برضه. والله العظيم ان عندي صور يالف قصص طول ما هو. طيب اسمع المهم خلص يا اخي ام الجمله هذه. السؤال ده كانت بفصل ثاني مو الفصل حقي انا، وكان في واحد هاي بفصل اسمه ريان. ريان هذا لا مو ريان، استغفر الله، منصور سوري. ريان كان يقرب لها، منصور كان خاق عليها، بس منصور كان احلى مني للاسف يعني. المهم منصور كانت تعطيه وجه. ابتدائي كم مره صار فيه سيناريو وانا اذبح منصور عشان يعني خلاص منصور يختفي. حتى اتذكر كانت الابله يعني كانت تسوي لنا صغار كنا، كانت ابله اسمها ابله. المهم كانت ابله زيك. المهم كانت تسوي لنا حفلات وزي كذا يعني، كانت تسوي لنا نحكي في القصه كانت تسوي لنا حفلات، كانت تسوي لنا حفلات وانا كنت اروح احاول ارقص جنبها كذا. بس الميك اب بس حبيبي والله ما اكمل خلاص، والله ما اكمل والله ما اكمل. السؤال اللي بعد. طفوله مشرده من سته ابتدائي. لا في مواقف رهيبه بس انت ما تبغى مواقف ايه اللي انت لسه فاكرها دي؟ والله ما اكمل. واحد بينسى حبيبي واكل ايه امبارح؟ والله ما اكمل. مشاعر تصيح بالزاويه. خلوني اكمل، ما لكم من هذه. اقسم بالله كلمه واحده والله العظيم بالعطر. المهم فكان كنت انا احاول ارقص جنبها ما كانت تعطيني وجه، كان منصور الخرا يروح يرقص جنبها وانا ما كانت، وانا من بعيد طول اطالع. طول عمرك حتى في سديم بتكرش على بنات مش بتكرش عليك. وبتعجب بناس ثانيه. اسمعوني المهم اسمعوني. ف يوم من الايام صار موقف، صار موقف ولي الكرنج ولي الكرنج، اقسم بالله نفسي اذبح نفسي وانا صغير. اسمعي كنا لما ننتقل من فصل لفصل كانوا يمشونا طابور، طابور يعني ورا ده الطبيعي بتاع اي مدرسه. لا لا كان يعني طابور من برا الفصل لين الفصل الثاني تمشون ورا الابله. ده في كل المدارس. لا هذا عندكم انتم. فالمهم كان كنا احنا رايحين لفصلهم وهم جايين لفصلنا، فهمتي؟ يعني هم جايين كذا وعليكم بقى ويقع الكتاب بقى وتبصوا بعض. ايوه بالضبط هذا السيناريو بالضبط. فايش صار؟ واحنا مرين كذا طالعت فيها سويت لها، عملت لها ايه؟ هي دي مش غمزه. سويت لها كذا، سويت لها زين. طبعا لما سويت لها كذا طلعت فيني سويت، لازم تبص باستغراب يا فريد دي مش غمزه. بعدين انا عرفت اللي كذا، عرفت قعدت اسبوعين ساكت كذا ما اتكلم مع احد وبس. كل ده في سته ابتدائي حصل؟ مو سادسه، تمهيدي. تمهيدي ده ثانوي؟ تمهيدي واحنا صغار عمره 6 سنوات. وانت قبل وانت فاكر لغايه دلوقتي؟ ايه عندي صور والله لو اوريكم اياها. ماشي. فاتمنى ان مشاعل ومنصور مستانسين في حياتكم الحين اذا كنتوا تشوفون البث. خلاص يا فريد في مشاعل إيه؟ اوكي مشاعل كان عندك فرصه بس ضيعتيها. هي مش فاكراك وزمانها اتجوزت وجابت عيال من منصور اصلا. بصراحة مش عايز افتح سيدياتك. والله يا جماعة لا تصير مصيبة لو قلت الاسم اقسم بالله. مش انت على كذا واحدة مش والله لو قلت اسم. طب جيب السؤال ده نجاوب بس يعني. لا فكينا والله تصير مشاكل بعدين. ماشي خلاص. مش هقول اسامي بس انت كرشت على كذا واحدة يعني. لا مو كذا واحدة. واحدة؟ واحدة بس. وسابتك وراحت لغيرك اتنقل عليا. لا مو سابتني. هي اوريدي اصلا مع مين؟ لا ما ابغى اقول، خلينا مسترين على بعض، خلينا تعطر شويه ساجتين. لا ايش العطر ده؟ استغفر الله. معلش كان عاجبك من كم حتى يوم. حتى ذوق عطرات ما في. ماشي كان عاجبك من كم يوم؟ قدام نفسك قدام الناس. لورا هلا لورا كيف الحال؟ لورا الكراش حقي هو لورا يا جماعه. اهي الناس كتبت من غير ما تتكلم، الناس كاتبه الاسم من غير ما تتكلم، اسكت بقى ما تخلينيش افتح في كلامي. خلاص صص. وانا بعد لا تخليني اتكلم برانيلة. تتكلم تقول ايه؟ والله يا اخوي بس هاي اكيد بس والله بس اكيد بس والله مش فاهم حاجة. والله لا أخرب. غلط اصلا اخرب بيوتكم انت وياه اقسم بالله. وين ما في اسئلة؟ هذا سؤال حلو. فريد كم ساعة تنام في اليوم؟
والله شوفوا على حسب، انا انسان متعايش يعني، اقدر انام ساعتين في اليوم، اقدر انام 20 ساعة في اليوم عادي كذا وكذا يعني، ما عندي اي مشكلة. هو ده مش السؤال تجاوب عليه اساسا، يعني ايه كم ساعة بتنام في اليوم؟ والله هم اللي سألوا. طيب في ناس بتنام 8 ساعات 12 على حسب مزاجك يعني. اوكي، اوه هذا السؤال رهيب، يلا بس دقيقة. تفضلي. اكثر موقف محرج صار لك فين؟ فين هنا حياتك سيدي؟ يعني؟ لا في حياتك مو سيدي، مش دخل سيدي. مرة كنت صغيرة وتعبانة والبنطلون طبع، بس بنطلون ايش؟ طبع. ايش يعني؟ ايش يعني طبع؟ يعني ايه طبع؟ كنت لسه صغيرة بقى و... طيب طب قولي ايش يعني طبع، في ناس ما تفهم. لا البنات فهماني. ايش البنات؟ طب الشباب البنطلون طبع، كنت لابسة بنطلون ابيض. بولتي على نفسك يعني؟ يا ريت زقيت يا على ريت، نفسك؟ ولا زقيت برضه. خلاص بقى خرب خلاص. بيتك، في اطفال هنا والله. هو انا ما قلت موقف المحرج اللي صار لي. ما تقعدش تحكي قصة طويلة عريضة وتنيمنا معاك، انجزنا. والله قصة طويلة شوي. خلاص ما تقولش. خلاص. قلتها 500 ألف مرة. لا والله في قصة ما قلتها. حط السؤال هذا مرة ثانية، تفضلي. يا جماعة هشام زي اخويا، مفيش حاجة ما بيني وما بينه، مفيش أي حاجة ما بيني وما بين أي مشترك في سبيل. والله العظيم. الصواريخ. والله العظيم. الصواريخ. بس ما تقعدش بس تقول إشاعات يا مورج، يا مورد الإشاعات. مورج. مورج. الزبدة يا جماعة دقيقة، اللي يبغى يكتب أسئلة. بس عشان أنا بس. طب دقيقة، اللي يبغى يكتب أسئلة في علامة استفهام هنا يكتب عليها، أوكي؟ علامة استفهام، أوكي. أحلم دوما أن أكون أن أنظر إلى الجميع. أنت جاوبي، لو خيرك، لو خيرك تزورين تونس ولا الجزائر ولا المغرب، وين تروحين؟ هو أنا ما زرتش ولا واحدة فيهم فأنا ما أعرفش، فممكن اختاري. ممكن أزور المغرب. أنا عن نفسي الجزائر. لذا أصنع البوكيمون. واحدة بتقول لك بتحب رغد، رد. ما احب احد، انا احب نفسي واحب امي بس. خليني ساكتة. خنت كام مرة؟ يلا ايش الاسئلة ذي؟ ما في اسئلة زي الناس. كل ولا مرة. اوه هذا سؤال كويس. يعني ايه كم لكم في كم الشهر؟ لكم في الشهرة يعني، كم صار لك وانتي مشهورة؟ من 2017. انا قبل سنتين، حسبوها عاد. يعني 2018. 18 يعني، هي مشهورة قبلي. حركات. حركات. أوكي. أكثر حاجة إيه؟ أوكي في جانس، مشتاق لليفربول مرة، مشتاق لها. أسوي أي شيء بس عشان أرجع هناك. أوفر أوي. والله جد والله، أقسم بالله المدينة هذه لو تروحين لها. المدينة مش الفريق الكورة يعني. لا مدينة. هو فريق الكورة مسمى على المدينة هذه. انا فاكره انت كنت بتلعب في النادي، في ايميلك يعني. انا هذا وجه واحد يلعب في نادي. قصير قوي بصراحه. طب الكوره لو جت في دماغك هتفرتكوا نصين. انت من اليوم، من اليوم وانت شغاله في اللايف يا جماعه، والله قاعد اعطيها على جوها والله، لان الاسبوعين هذه اللي قاعد تمر على رغد. انا ماشي اسبوعين اساسا، عصيبة. انا ماشي اساسا يوم 19، فحاول ماشية. لطيف معايا. خلاص خل اللطيف معاها اليوم. لا 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 سخيف، سؤال سخيف. هذا؟ ما لهوش لازمة. طيب. هذا؟ لا ما عندكم. لا هذا أنا عندي جواب له. طيب. طب تفضل. في عادات غريبة عرفتوها عن بعض في الحجر الصحي، بس انصدمنا من كمية الناس اللي تنام زي رغد وزي بكي، ينامون 24 ساعة في اليوم. يعني اقوم ابص على خلقكم ليه؟ يعني اصحى انا الصبح ابقى تنام، بس تنام 24 ساعة قاعدة على الجوال 24 ساعة. لا لياقتي ولا سني يسمحوا لي ان انا. هذا السؤال جلد. شو اكتر ماشي. مستانسة على السؤال رغد. اكتر حاجة بكرهها في فريد ان هو ردود افعاله مستفزة. يعني مثلا لو حد ضايقه بكلمة سلبي قوي، اللي هو يا ابني رد، يا ابني اعمل. لا ما بحب اسوي مشاكل مع احد.
مو قدام الكاميرا. مش قدام، انت ما بتعملش مشاكل اصلا يا فريد، مستفز، بتجيب برد الاعصاب منين يا جماعه؟ في شيء اسمه التأني، النفس اللوامة. لا الشيء التأني يعني انا كم مره قلت انا من نوع الشخص اللي يتصارع مع نفسه ما يتصارع مع الناس. انا عندي مشاكل مع نفسي، مو فاضي اقعد اتعب نفسي واتعب نفسي على شخص ما يسوى. لا حلو، اول مره تقول حاجه تعجبني والله. إيه والله فريد، بتعرف ترد، بتعرف تمسك يعني على طول. بس خليهم يحترقون يعني. ايه ماله ده؟ ماله بقى اللي بتضحك رغده؟ ما احسن ايه؟ عشان عايزه اتخانق انا. يلا عايزه الدور، الدور فريد. وش اكثر شيء تكره في رغد؟ خليني افكر. والله في لسته طويله عريضه يعني، يبغالي ورقه وقلم. ايه الاوفر ده؟ اكثر شيء اكره في رغد انها ما تلتزم بالمواعيد وتقول كلمه وما تسويها. يعني تتفق معاك على شيء وسيفون كذا مع كل الناس. طيب بعدين لما اقول لها ليش فريد انا لا لياقتي ولا سني اسمحوا لي. هذه جملتها المعروفه رغد. هذا سؤال حلو. اوه صح، قولي لهم على ايش كنت تشتغلين قبل هذا. انا اتخرجت من تربيه احتياجات خاصه، يعني انا مدرسه لاطفال احتياجات خاصه. والله انا انصدمت يا جماعه، انصدمت. رغد كانت مدرسة الاحتياجات الخاصة، عشان كده بعرف اتعامل معاك ومع الناس هنا. حيوان دخلني انا. طيب والله احس، انا اشك انها كانت تضربهم. لا لا وتكفخهم، تلعن خيرهم. والله ابدا، بالعكس زين، بحبهم جدا. وتتهاوش معاهم يعني. انت شفتوا اللي في سديم؟ تخيلوا اللي كان يصير. انظف حاجة في حياتي الاطفال دي. انا عن نفسي انا للحين ادرس ثاني سنة في الجامعة، ادرس تخصصين، سياحة هو التخصص الأساسي، التخصص الثاني هو التسويق ماركتينج. وبس والله كنت بدخل إعلام وقدمت على إعلام كثير بس رفضت عشان أطور من نفسي من ناحية الإعلام، لكن الحمد لله الحين أنا وصلت إعلاميا يعني. الحمد لله، الحمد لله. يعني إعلاميا الحمد لله وصلت. بس وصلت فين؟ فين ما أنت قاعد جنبي. لا يعني هو حد يعرفك غيرنا فريد؟ والله للأسف ما حد يعرفني. خلينا نشوف القستات مين فيه. خلينا ندخل قست يا جماعة. مين في البث؟ وين إلاف يا جماعة؟ إلاف كانت موجودة. إلاف وير ار يو؟ تدرون ان نجم كانت بتدخل في البث اليوم بس قالت ما تقدر. سحبة عليك السيفون. لا مو سحبة، قالت ما لا تقدر. لا سحبة ما تقدر، انت اللي الناس يسحبون عليك مو انا. انا برضو ما تخلي. نشحن الجوال قبل ما نبدأ عشان يفصل ونروح ناكل نشوف اشغالنا. مرة فريد ايش اسمك الحقيقي؟ براد بيت. ايش اسمي الحقيقي يعني؟ ليوناردو. ليوناردو دي كابريو، توم كروز. هذا سؤال نجاوب عليه انا وانت. طيب لا انا وانت اوكي. لا لا مليق. طيب وهنتكلم كتير. طيب هذا يلا، ايش اكثر شيء اشتكتيه له في سديم؟ سديم كله، بالمشتركين، بالناس، بالكرو كله، كل حاجه في سديم. انا مشتاق حق اكسبورتنج. كل حاجه في سديم وحشتني اصلا. ايام الاكسبورتنج حتى خناقاتنا مع بعض. بس ايام الاكسبورتنج كانت احلى ايام. الناس بتضحك. كنا نستانس نستانس عليها. وين خالد؟ وين كارولين؟ كارولين في استراليا وخالد في العراق. ارسلوا لهم اللايف هذا عشان يدخلون معانا قست. انا اصلا قلت حق خالد قبل اللايف، قلت له يمكن افتح بث تعال، قال لي النت عندي مو مره ما ادري ايش، قال بدخل يمكن. المهم كم عمر رغد؟ 30. ومالك بتقولها قوي كده وانت عرفان من نفسك يعني؟ يعني انت ليه بتتكلم لا 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 لا. ثلاثين خلاص. هي 30 بتتكتب كده؟ بالعربي هم يشوفونها مقلوبة. طب انا شايفاها في المراية مقلوبة. احيا فريد بس فوق راسك. احيا فريد هي بتتكتب كده. نهارك اسود. كيف امسح طيب؟
دقيقة. اح يا فريد ساقط اولى اعدادي وتعمل تتكلم قدام الناس وتتفلسف وتقول انت دقيقة. انت اح يا فريد عليا مش عارف تكتب 30 نهارك اسود وعمال تقول انا يا نهارك اسود ومليل. لا لا تمسحينها. امسح ايه فضحتك اللي بقت بجلالك؟ انا كتبتها كذا انا اشوفها بس هم يشوفونها. شوفها والله مش عارف تكتب 30؟ كتبتها بالعكس الحين، والله جبهتك معفطة بعد شو اسوي لك؟ معفطة؟ احي علي. عشان ما حد يسأل كم عمر رغد، اوكي؟ خلونا نكمل. صايت اولى ابتدائي. كم عمرك يا فريد؟ بزر عمره 20 سنة. 21 لو سمحتي. مش هتفرق 20 من 21 عيل صغير. لا تفرق. طلع هشام، هو فين هشام معانا في اللايف؟ حلو هذا السؤال، انت ابدأ يلا. أول ما شفت رغد وش كان تفكيرك عنها وأنت نفس السؤال يعني أنت نفس. أنا أول ما شفت فريد حبيته على طول وحسيته من الشخصيات اللي هو حتى قلت له في أول مقابلة يعني أنت لما تيجي تتكلم فأنا هسمع كلامك يعني هحب اللي أنا أسمع كلامك. مش اللي أنا هتجاهل كلامك. الإضاءة مو عجبتني. معلش أصر على نفسك لمونة بس عشان مناخيرك كبيرة طالعة فأنت متضايق. دقيقة. حط فلتر. حط فلتر. إيه القرف ده؟ ايش هذا؟ تصدق مناخيرك طلعت اكبر من مناخيري؟ في الكاميرا بس تطلع اكبر. انت مناخيرك مفروشة. تعرفين ايش يعني مفروشة؟ شبه الكلب البيكنو عارفة. يلا يلا. اوكي. انا اول ما شفت رغد شوفوا انا اول ما جيت سديم يعني اول ثلاث ايام اربع ايام سالوها كيف كنت هادي اقعد بس واتفرج عليهم يتكلمون زعيب يعني عشان اشوف كل واحد وش سالفته وش يعني كيف شخصيته كيف كذا لازم تدرس الواحد اول بعدين تتكلم معه زين فعشان كذا ما صارت مشاكل معاي مع اي احد مشتركين سديم لان احس اني فهمت كل واحد وعرفت كيف اتعامل معه هذه كنت اقول هذه اللي تيجي وبتكسر ابو ام المشتركين بلسانها اللي تقول كذا لسانها اللي قالت كذا وطلع كلامي صح زين فهذا اللي شو اسمه هذا اللي يعني صار هذه كانت اول فكره عندي لها اوكي خلينا نشوف سؤال ثاني شوف اخر سؤال بعدين نبدا ندخل قصات يلا خلينا نشوف الاسئله الجديده حطهم شو اكتر شيء يخوفك انا بخاف من تفكيري يعني بخاف من اللي انا اقعد لوحدي وافكر كتير يعني بتخيل حاجات واشباح في الغرفه وعفريت تحت السرير وحاجات غريبه كده فدي الحاجات اللي بتخوفني كويس ما بخافش من بني ادم ما بخافش بقى من حد كويس انك قلتي لي ما تعملش الحوارات ده عشان قفلت عليا النور امبارح وكنت هنصرع نشوف كيف راح تنامين الليله نشوف كيف راح تنامين الليله خلينا نشوف الجست اوكي الحين بندخل جست بنلعب معاهم طيب اوكي يلا عشان الساعه 3 لازم ناكل يا عمري انا في بيتك انا انا حاسس هو في اللايف معانا قول والله هيثم اي لاف يو هيثم وابراهيم مامي شكرا هيثم اي لاف يو شكرا ليه بتحط نفسك في مواقف بيبي شكرا هيثم ليه بتحط نفسك في مواقف بايخه ايش بيبي بيبي يعني بوله عليك ماشي يا جماعه اللي يبغى جست يدخل
السلام عليكم. تعال تعال تسلم على مين يا عم؟ انت قاعد في الشارع. تعال صديق. ممكن اخذ جوازي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا كيف تتعامل يا جماعه؟ اه هذه رهبة صعبة. هذه رهبة حقيقية. يلا شوف المجنونة قاعدة تشوف صورتها في الجواز وتضحك. تلاقي صورتها وهي في ثانية ابتدائي ولا حاجة. يا الله ذي سنة. يلا يا رغد. مش المفروض تتسحروا انتوا ولا ايه؟ لا لسه باقي. المهم لازم تغني لنا اغنية. اغني لكم اغنية؟ هروح اجيب الجيتار طيب؟ لا بدون نبي صوتك انت بيور. نجيب الجيتار طيب يعني يساعد شوية. يا عم اجيب الجيتار يا عم. زلزال 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 يا جماعة زلزال. اه انا مسافرة وسايباه راجعة مصر. هتنوري مصر والله. كلها كورونا. اوبا خلي بالك يا باشا عشان انت بتغلط. يلا طب يلا رد عليه. يلا غني. رد عليه يا مصري اصيل. رد عليه حاضر. يلا قول له قول له ماشي شكرا. شكرا يا محترم بس هرد معاك دلوقتي. يلا عيب عليك ده انت بتحبها. يا الله عطنا اغنيه. يلا طب استنى اجيب الجيتار طيب. دي ادي. عيب عليك احنا دول عربيه. عيب عليك احترم نفسك. نشوف سؤال احنا اخوه مع بعضينا متضامنين على طول. اكرهك يا عم ما تكرهنا ولا ما بتحبنا اعمل لك ايه يعني. وجه رغد مخربش ليه كاتب فيه عمرها عشان ما حد يسال. هات الوايبس بس حبيبي. لا لا خليه خليه انا شاريه الوايبس ده عشان تحب تسمعي يا رغد اي حاجه حلوه. لا لا انا ابو حافظ وبقابل ناس. لا لا صبري يا عم استنى. لا لا انا ابغى اغنيه اعرفها. طيب استغفر الله تحب ايه كل الاغاني بتاعتك. لا 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 اقول لك الحمد لله الحمد لله تعرف عارفة أحلى حاجة فيكي. إيه ده في البهاري فريد الكحل وقع. يلا يلا عارفة أحلى حاجة فيكي إيه يلا عشان الكل يعرف. لا ماشي يلا ثواني. عارفة أحلى حاجة فيكي إيه بتحلي أي شيء عليك تيجي فيه أمر اللي تساوي بيه ولا انت فاهمة قصدي واللي بالي فيك في كل يوم انا حلمت بيه ليالي يلا ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله نكتر علي الحب ده والله اتمنى اكتر من كده يلا ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله نشر علي الحب ده والله اتمنى اكتر من كده. ايه يعني اللي انت بتعمله ده؟ لازم مع البيت انا مش فاهم ادخل غلط ليه. يعطيك الف عافيه شادي. صوته حلو قوي. شكرا لك شادي. شادي نشوفك على الف خير ان شاء الله. شكرا يا الله يا حبي. يلا يا جماعه ترى شادي صوتي مره حلو لازم تسوون له فولو. اوكي حبيبي والله يا شادي حرام يعني موهبه زي كذا. يلا حبيبي يعطيك الف عافيه حبيبي. باي باي شادي. باي باي يا رن. باي. اوكي فريد طلعت تعرف ترقص. آه في الاف 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 حسن يقول دخلني مع نفسك. حسن ما تدخلوا يعني للذوق. إلاف ألوفة عشان دخلناهم قال الناس عندي تعبان. هلا والله إلاف أنا رايحة مصر يوم 19 يا إلاف. أيوة أيوة الفيوز قاعد يرتفع. أيوة فيوز 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 فيوز. هو أنت ليه مش حاسس إن أنا ماشية وسايباك؟ يا ابني مفيش أي مسؤولية يا عديم النظر والمسؤولية. أنا مسافرة مصر خلاص وسايباك. بكتب عديم المسؤولية. الكحل على فكرة أنا الكحل. هتكون لوحدة؟ هيقعد لوحده هيقعد لوحده ساعتها يقول لي رغد يا ريتك كنت معايا. والله ما اقول هيموت من الجوع. اه والله العظيم. والله ما اقول. شوف مين هيعمل لك اكل ويعبرك اصلا.
آخر مرة أنا سويت الأكل بنفسي وحرقته بلانينة. لا ما حركته بالعكس كان لذيذ. أكيد كان مقرب. بس إيلاف هتيجي مصر إمتى؟ بعد كورونا هتيجي أكيد يعني. طب زبطيها مع فريدة عشان ننزل مع بعض. أسمعين إذا ما جبت أسمعين إذا ما جبتي معك مفتاح والله لا أذبحك. زين تدرين ليش؟ مفتاح مع تدرين ليش؟ تدرين ليش؟ تدرين ليش؟ لأن الباب مقفل. إلاف عايزة أصرح لك بتصريح على فريد وقدام الناس بقولها لك. أقول ولا ما أتكلمش؟ قولي إيش التصريح؟ بسم الله أقول؟ دليل في الدنيا. لا بص يا إلاف فريد فريد والله انها نصابة. والله مش نصابة. وحوارات والله مش نصابة. تدرين ليش؟ بس عشان بجامتك حقت هيلو كيتي قلت والله دايم بجامة رهيبة. قامت هذه تحسب انه يعني. ما تكذبش عشان انت قلت لي ما بينك وما بيني انا كنت بكرش على. والله العظيم اني باقي. بس ضرب قلبي. شوف دقيقة. اول شيء. قدام الناس. اول شيء قاعدة تقول فلانة. بعدين قاعدة تقول فلان الحين إله. انت كرشت على ثلاثة. هو كرش على ثلاثة في البرج. يلعن أم النص. اول واحدة كانت إله. لا يا جماعه والله الحين يقعدون يسوون حسابات واغاني ويحطون صوري وصورها وما ادري ايش. ما طيب شبهي وشبهي صورك واغاني. بليز بليز دقيقه. نواف قال لي جهز نفسك تجيك تذاكر لليفربول. سوي سكرين شوت يا جماعه. لا ليفربول لا احنا مش نيده بالفلوس. نواف يا ريت تاخدنا. لا بس انا يا نمشي كلنا يا ولا حد يمشي. بياع بياع. لا بس انا بياع مع نفسه. ما فيش اقعد رجلي على رجلك. ان شاء الله نشوفكم على خير وعلى رجلي على رجلك. بس الكحلة خلاص خليه انا ماسكه زين عشان الحاجات دي غاليه. بس وانا هذا غالي. اه هذا اروح المكتبه اشتريه ب 5 ريال. احنا ما نقدرش نعيش من غيره. انا مسود هذا الون فيه. قولي له حاجه يا الاف ان الميك اب اهم من حياتنا. الفكره غالي. ايش غالي؟ شنو غالي؟ ايش غالي؟ غالي يعني غالي. الاي سايلنت. امزح خلاص. والله الضحك الاي سايلنت غالي. يا إلاف ايه اكتر شخص مين اكتر شخص لغايه دلوقتي كنت بتكرهيه في سليم؟ واو السؤال. ايه ده مال شعري عمل كده ليه؟ وست شهور في كابلان على حسابي بعد. حبيبي انا بس دقيقه قاعد يقول ست شهور في كابلان على حسابي. شوف انا مو غني ما اعرف ايش هي كابلان اصلا بس انا معاك عادي. لا خلي بالك ممكن يكون بيسرق اعضائنا. اشمعنى هي واحد عادي اهم شيء اسافر. اهم شيء اسافر. رجلي على رجلك. حياكم كابلان يا جماعه. انا هدافع عنك في اي حاجه. رجلي على رجلي. اوكي يلا يا إلاف ردي على السؤال. يلا يا إلاف. ما فيش حاجه كريه سريعه. اوه المعهد. اوكي معهد ايه؟ معهد هذا اسمه كابلان. انا لما رحت هناك في ليفربول في معهد اسمه كابلان. بس انا درست في معهد اسمه لاي. معك للناس اللي بتشتم دي عشان هي مش وين وين اللي يشتمون. واحد عمل حركه عيب بايده. خليه عادي. زياده مشاهدات. عندهم مرض نفسي. عندكم مرض نفسي اللي يخش يشتم كده خلاص ما عليك منهم. كملي. ايوه كملي يلا. والله مهزئين اقسم بالله. قله ادب. يلا ماشي عادي يا بنتي. والله فيوز زي ما كانوا يقولوا لنا في سديم all publicity is good publicity. يا بنتي سخافه. واحد قاعد كده يعني ليه بتشتم؟ يعني ليه قله الادب يا بنتي؟ زهق وحتى تلاقينهم اطفال. تلاقينهم اطفال عادي. اوكي حاجه صحي وزهق. صح عندك حق. يلا. والله عادي احنا بنغير جو. مين حبيبتي للحين ما اعطيتينا الجواب ترى؟ ما فيش حد يعني. طب بنت ولا ولد؟ بنت ولا ولد؟ ايه بنت ولا ولد؟ اكيد بنتين. اكيد بنت. صح؟ اكيد. اوه عرفت مين؟ لا ما اعتقد. والله العظيم اللي في بالي صح؟
هي ما تعرفش اني بحبك يعني. هي لا هي 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 تعرف. شوفي شوفي هي مو رغد بس اللي في بالي يعني. هي بتكرهني لا أنا, أنا, انا اعرف انا اعرف غبي قوي انت كمان. انا اعرف. يلا انا ما اكرهش حد. انا ما اكرهش حد بس ممكن يعني حد حاسس ان احنا انت لا بتسببني مشاكل. يلا مين؟ خلاص خلاص ما ينفعش تقول اسامي عشان ما يعني نشرب حد على طيب اوكي. بعدين يديروا حارب وناكل بلوكات مفيش. طيب اسمعي 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 الحين بقول لك اسم رغده واسمي ووصفينا بكلمه. هي بكلمه ولا بكلمه؟ يلا اول شيء رغد بكلمه واحده. كلمه؟ انت هتشتمي ولا لا؟ اشتمي براحتك. انت هتشتم يلا اشتمي اشتمي عادي. لا 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 كيرينج انه تهتم بالحد فاهم؟ زين طيب انا الحين بتسبني عرفتي عشان عشان يولد. لا لا يعني. مش هتسبني بتحبك. اسوأ كلمه ممكن نفكر فيها. لا مبالاه. اشتموا ازاي اشتموا ازاي؟ لا 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 مو هي. انا عارف مين اللي قلت لك اياها. انا بقى نسالها بقى بعدين. انا عارف والله والله العظيم هم اصلا اثنينهم يكرهون بعض ما حد يطق الثاني. يلا انا كشر انا في حد يكرهني بس اوكي. يلا ترى قاعدين يسمعون كلهم صوتك اقسم بالله طلع من اذني الثانيه. ماشي يلا بعد اللايف بنرن على بعضنا ونحكوا. طيب يلا اعطيني الكلمه. نميمه قوي انت. تشيل. تشيل يعني تمام. تشيل يعني يعني جو حلو بيشل يعني. لا هو هذي اوكي بيشل بس بنفس الوقت تشيل. العب يا فريد يا شل. يا فريد يا جابر يا مسيطر. تشيل يلا. انا ريوش. اسمها ريوش. ريوش 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 كده قولها كده. ريوش بصوت تخين كده. ريوش ريوش. يا ريت ما تبوظش اللغه. ريوش. طب نسال سؤال تاني. استني نسال سؤال نشوف الناس كاتبه ايه. جين جلد هنا. جين نجلد. ما نلعب ما نلعب. تفضل. غلبانة يعني بحس إلاف المشكلة اللي فيها كلمة توديها وكلمة تجيبها. غلبانة هذه فرعون هذه تدمر مدينة. لا لا والله كلمة توديها وكلمة تجيبها. بتمشي يعني ماشية على عوم الناس. بتمشي على عوم الناس بس هي كشخصية لا طيبة جدا وطبيتها موديها بداهية. أوكي أنا انا انا اقول لكم ايش. انا اقول لكم ايش. هي كلمتين بس تنحط كلمه واحده يعني. دلوعه بزياده. ما هو ده اللي حببك فيها. لا دلوعه بزياده. دلوعه يعني شوفي 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 اسمعي. انا الى حياتي هو ده اللي حببك فيها من اول انت اسمعي قلت لي دلوعه. ايوه انت فكرتني دلوقتي. طب يا خرب انت. اول شيء انا الى اوكي الحين هي قاعده معي يعني. جاهز إلا تعرف شو يسوي صح؟ يلا فريد وينك يا كلب؟ لا تاكل لحم جنبي. هاي جماعة كيف حالكم؟ أين اليوم؟ هذا إلا بكل بساطة. صح ولا لا؟ قدام الكاميرا نبرة صوتي تتغير ولا لا؟ صح؟ لا وال... بس لا مش زي ما أنت توصف يعني مبالغة. لا بس شيء زي كذا يعني. اوفر اوفر. اوكي. يعني في الحقيقه إلاف هي شخصيه هشام في الحقيقه. لا امزح امزح. تو ماتش تو ماتش. لا لا لا. هشام مستحيل احد يوصل له في الشخصيه ما شاء الله. انا عصبيه شبهه. انا عندي لا هو اكثر معلش هو هشام ما حد يوصل له ما شاء الله. بس انا مش عصبيه ما عصبتش عليك بسديد. شفتوا؟ هاي هي العصبية. لا تو عصبت. لا هي مش عصبية فعلا. لا إلاف ولا مرة عصبت بس اكتئبت كذا فجأة هي بوم هي صارت
صارت ايمو فجأة، كانت وردي والحياة بمبي عشان شفت نفاق، شمت ريحة نفاق، لازم تتعبي. لا لا مو عشان كذا، لا عشان كذا، عشان صاحبتي وانا عارفة على فكرة، عشان الدنجر زون اول دنجر زون. لا لا مش لا بس مو عشان اول دنجر زون ولا لا كنت لا. يعني متوتر قبل الدنجر زون بتذكر اول ما نفاق شفت نفاق فالبنت اتصدمت قالها صار مع صبي مالي عاد من اول تحدي وانا تغيرت لو تتذكر كنت تقولي ليش تغيرتي قلت لك لا غير بس بس ما في نفاق اول تحدي مين ساعدك كل حاجة انت عندك ما فيش نفاق احنا كنا كلنا ملايكة في البرنامج ما حدش بيتخانق كلنا كنا بنحب بعض في اي فريق ما تبقاش اوفر كان في نفاق كان في نفاق خليك واقع على وجه الارض يا بابا ممكن اتكلم نحن كنا بنقتل في بعض كان في نفاق ولكن السبب اللي هي كانت زعلانة منه لانها كانت متوترة لا نفاق في احد ياكل اصابع يده من النفاق لا من التوتر ايوه فيه البني ادم بيجيله اكتئاب من كتر الناس اللي حواليه هي اللي بتوصله المرحلة دي ما تقعدش تني تحرق كتير لان انا كان عندي اكتئاب وانا عارف انا بقول لك ايه بس خلاص هادي السؤال اللي بعد اكتئاب السؤال اللي بعد اصبر قبل الدخل حسن ماشي لا بس اخر سؤال يلا الى لا اخر سؤال اوكي قشطه عشان لازم تصحر ايه الاوفر ده الناس دي اوفر اوي خليني نشوف ممكن رغد عصبية وتتصرف بسرعة يعني صح عصبيتها تتصرف عندها ايه علق عندك يلا احسن علق الو إلاف عندها ولا عندنا عندها لا لا قاعد يعلق الو لا قاعد يعلق قاعد اشوفك بكسلات بهت سمعني يلا 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 سامعينك يلا اوكي هنقول من غير ما تشوفوني وبعدين نسكر يلا اوكي فرغد عصبيه فعصبيتها تخليها تتصرف بشكل متسرع يعني وفريد والله قلت لك من قبل سحبه بس خلاص بطلت سحبه يعني ايه من قبل سحبه سحبه يعني اسحب على الناس لا لا هو عنده لا مبالاه بس المهم ثانك يو إلاف مبالاه لا مبالاه ثانك يو إلاف يعطيك العافيه على البث الجميل شكرا لك وهنتكلم نشوف الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده ماشي يلا يلا مع السلامه البث بالنودي يلا باي 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 اوكي خلينا نشوف مين فيه ندخل حسن ايوه من الصبح حلاوه حسن حسوني والله لو سويت دكلاني حسن لاجي السعوديه واضربك شوف مين في الاسئله هو ايه اصبر خلينا نشوف حسن واتس اب مان هلا والله هلا والله يا جماعه دقيقه اعرفكم على حسن حسن من اقرب الاصدقاء لي واسطوره اسطوره ما شاء الله في صناعه المحتوى والفيديوهات وكذا اسطوره والله العظيم يعني انا لو قالوا لي ترضى حسن يجي بدالك استديم اقول لهم ايه لانه واثق انه اذا جاء راح يفوز افهم من كذا ان انت بتطبل لصاحبك والله ما امزح والله جد ما جاء الحمد لله عشان كنت شو مسوي الزبده يا فريد انا عندي كلمات حسويه والله حق ضحك نلعب لعبه كل كلمات ماشي يلا يلا عطنا كلمه طيب دقيقه عشان الناس اللي مو فاهمين دقيقه يا جماعة في السعودية كبيرة يعني كلكم عارفين فيها مناطق واجد أنا في الجنوب حسن من الحسا فاللهجة تختلف تماما يعني أنا عندي كلمات هو ما يفهمها هو عنده كلمات أنا ما أفهمها وهو راح يعطيني كلمات حسوية ونشوف نعرف ولا لا يلا ادينا راح يقول كلام حتى فريد ما يفهمه يلا ماشي الله يستر ظفنية ايه أول ضفنية. كلمة ده كاتب في الليستة يا نهار اسود أول كلمة ناسمول ناسمول؟ ناسمول؟ ناسمول ناسمول ناسمول؟ ذا؟ لا باللام آخر شيء ناسمول
جماعة إيه؟ مين من منطقة حسن بسرعة يقول لنا تحت في الكومنتات. ناس مول. شنو طب أعطيني إياها بجملة. طيب الناس الناس مول طالعة هالوقت. ناس مول طالعة هالوقت. يعني الناس ناس في المول طالعة. واو. أو ماي جاد. سكين أمها أنتي. يقول لك الناس مول وطالعة في هالوقت. أقول. دقيقة ناس مول طالعة هالوقت. الشمس طالعة هالوقت. القمر طالع الغيمة. ناس مو طالع شيء يعني عادي كلمة يعني معناتها آخر الليل. سؤال هو القمر لا خلاص قلته آخر الليل آخر الليل طالع هالوقت. شو الجملة البيض دي مش مفهوم جملة مش مفهوم. طيب كلمة ثانية يلا حط الجملة. خالد خليك بندخلك بعد شوي. قول أمهاو. لا حطها بجملة. حطها بجملة. أعطينا بجملة على طول. لهجتكم تعب أنتم. طيب يلا أمهاو نبي نكلم فريد الحين. نبي نكلم فريد بسرعة. قوموا بسرعة. تعالوا قوموا أمهاو. أمهاو طب أعطينا في كلمة. طب أنا بعطيك كلمة بصرية. يلا استكنياس. ها استكنياس. احنا قاعدين مستكنياسين هنا يعني عالقين بالمنطقة يعني. ايوه شفته قربت مش فاهم. لا غلط. غلط. ها غلط. الا هذا انتو لا والله غلط. وحياة امي غلط. استكنياس يلا. استكنياس يا اسطى. يعني احنا قاعدين عامل ايه؟ قاعدين مرتاحين. لا مو مرتاحين انتوا اوريدي. والله انا متكين. متكين مستكين. اوكي متكين. طيب كلمة دعت. لا حطها بجملة. رغدة دعت العصير. شربته رمته. لا عصرت. كبته. والله تعرفين حساوي اكثر مني. اوكي اعطيني اخر كلمه لليوم. طيب حطها بجمله. بس اشوف لكم كلمه سهله يعني. يلا صيفت يعني لا. جاء الصيف صيفت. لا بلاش غباء. اكيد صيف يعني انا صيفت جملة. يعني جبنا العيد. صيفت جبنا العيد. لا صيفت هي ما في الحق كما يعني ما عادي. يقول مثلا رغد صيفت او فريد صيف. ايش يعني صيف؟ جاب العيد. جاب العيد. لا نعم تاخر سحب كذا يعني. صيف. يبغى نضيفها للمعجم العربي يعني. المهم يعطيك العافيه حسن. شوفك على خير. ثانك يو ميت. ان شاء الله نشوفك. باي باي حسن. يلا باي. يا جماعه ترى رغد تحب حسن. بكراش على حسن. فضيحة. فين خالد؟ عطني دم دمتك. هو في اللايف ولا طلع؟ موجود. خالد مشتاق لك هواية. احبك هواية. بليز ما. مشتاق لك هواية ما. يلا خالد. يلا. ايش اسم الشخصية حقته؟ بديعة. يلا بديعة. بدوعة قلبي. يلا. شكله قاعد يربط سيت اب. يا جماعة ترى قاعدين ندخل خالد بس يمكن ما يقدر يدخل. قاعد نستناه يا يسوي يا ما يسوي. خالد يا عمران. خالد. مشتاق لك هواية. بحب الولد ده يا جماعة. والله. رغم انه هو كان بيخش يطلع عين أمه. يقول لي رغد خلاص. هلا الله عليك فخر العرب يا مصرية جميلة. مشتاق لك هواية. وحشتني يا ابني. والله مشتاق لكم كلش. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. هالشي نسوي هنا. كتب لها عمرها لأن كثير ناس قاعد يسألون كم عمرها. حيوان. ايش قد عمرك؟ مكتوب هنا. انت عارف يا قلبي. حبيبي
حبيبي هاي بعدها 13 سنة يا شنو 30 تشذبون على العالم؟ فضحها. بعد شنو عمرك تكرشوا علي يا خالد والناس مش عارفة ده. طلعت الحقيقة يا جماعة. شلونكم أدب سيزية؟ إيش؟ شلونكم أدب سيزية؟ شنو أدب سيزية؟ شو أدب سيزية؟ قاعد تقول أنت تسوي لنا سحر؟ شو يعني أدب سيز؟ شو يعني؟ بالتركي يعني بلا أدب. سيز يعني بلا تربية. سيز انتي سيزية انت سيزية سيزوزة انت. انا وفريد قاعدين على طول كده وانا هسافر واسيب وحده. شايف كيف تولوا من 13 بالفندق؟ والله ما ادري انا هزقنا اقسم بالله حاجة اوفر. انا ماشي يوم 19 للأسف. مو للأسف يعني بسلام. يلا كافة ترجعوا لبيوتكم كلكم من جمعنا وضغاضون بينا واحنا واحدنا هنا. لا يتهيأ لك يا حبيبي والله. انت في بغداد الحين؟ ايه الحمد لله سلام. اموت انا على الشلف والله العظيم اموت انا على الشلف. اسمع كيف 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 الجو عندكم؟ والله اقسم بالله بديت من العيد. فريد شو؟ اقول كيف الجو عندكم؟ والله حارة حلوة حلوة والله خالص. اسمع اسمع فيديو كول بعد اللايف ها؟ ماشي حبيبي. خالد عشان ندم رخيصة ها؟ في حاجات لازم تعرفها. واو المصايب. بعد في خبر حياتي رغول. طول عمرك بتكرش على شعري. وحاجة تانية بس مش هقولها قدام الناس. لايف الله يحبكم لايف. لايف حقي يا جماعة أنا اللي بنسجن. أنا اللي بروح في داهية. هذا اللايف مالتك لو ما لغت. لا مالي مالي. شلونكم سعودية؟ خالد في حد بيقول ورا الرساله لكارولين، ايه ايه سر علاقتك مع كارولين؟ اوه صح لازم تعطينا سر العلاقه. شنو اللعبه كنت تلعبها قبل هسه؟ لا لا ايه سر علاقتك مع كارولين برضه؟ هاي شنو شلت؟ زيت زيت زيتون؟ عطره الخرا اللي ما ادري وين جابته. كنا زيت زيتون امي تحط فيه زيت زيتون. ما لك فضحتني قدام الناس وفضحت من جوه. يلا ها زين رغد بدي اقول لك فد شغله. قول يا حبيبي انت شلون هذا البرانك الغبي ما عرفتيه مال كاتشب وملح وتخليه غبيه؟ ليه انا طول عمري غبيه؟ انا من امتى حد سوى تهوش؟ وبعدين انا كنت مسلمه لفريد مناسب رغد مطفيه فاصله عن العالم. بالضبط انت عارف دماغي. انا شوف انا من يوم ما صارت سالفه الكولا والمنتوس قعدت اوريها مقاطع وهي مو مصدقه انا غاسل يدي منها. قلت هذه شكلها مع الخير شقره بس جاب مشاهدات حلو عجبني صراحه مال الكولا. بس قول لي برضه يا خلود ايه سر علاقتك مع كارولين؟ بنرجع للسؤال. هتلف وارجع لك تاني. انا رغد نحكي وقت ممكن في المستقبل. ممكن في المستقبل ولا مش ممكن؟ انا عارفه بس مش عايزه اسيحلك. اعطينا الجواب. اخذ سكرين شوت جواب من الفريق. مبروك يا حبيبي رغد وفريد راح يزوجوا قريبا. الله يلعنك يا اخي. رغد وفريد راح يتزوجوا فريد جد انت اصغر مني يا حبيبي اصغر مني. يقول لك دقيقه خلود يقول لكم يا جماعه الانسان مش بالعمر بالعقل. صح يا خالد ولا لا؟ رغد انت يعني بتكرشي على عقل فريد؟ لا انت عارف انا بكرش على مين؟ انا بعد اعرف. انا بعد اعرف. انت غبي مش هو ده؟ يا غبي والله هو. وديني مش هو ده؟ والله هو. خالد عارف والله امي مش هو. والله هو والله هو. طب اسكت بعدين. طب مين قولي قولي لي وانا اقول ايه ولا لا؟ لا والله والله بعدين عشان ما حلوه. قولي ايش قال؟ ايش قال؟ ما سمعت ايش قال؟ ايش قال؟ قولي لي قولي لي بعد شو يعني في النفس استغفر الله من رمضان والدنيا شو ابغاها تقول لي مين؟ شو شفت توحدها في تستغلها؟ جاء غرفته؟ ايش قال؟ والله اللي ما قاعد اسمع ولا شيء. كل وحدها تستغلها جاي الغرفه. اوه والا اوه انك حيوان يعني فريد ترى مبينة انت جاي لغرفة رغد مبينة. لا عادي حتى هي كل الناس بحب استضيفها في غرفتي كلهم يعني حتى ابراهيم حتى هيثم
كله نجي كله نجي غرفة عادي حياة حلوة 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 الصراحة الله يلعنك الله يلعنك والله أنا بروح داهي من من اتصال الو هيثم الذيب على طريق الو أوه هيثم أقولك مين راح من يومكم بقى لا يا حبيبي ما أنا قايلالك أنا اسمي رغدة والله في بس باقي سامي بكي رغدة رضا وهشام وعادل وأنا ودي نفسكم ما عشان أنا تشهرت برغدة أعمل إيه طيب هي بتمشي 19 أنا عشان أنا تشهرت برغدة أنا السفارة كثير منها يعني تفضلي خلود اعترف بس عشان ما بضحكش قدام الناس اعترف 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 انت جاب الرغد لا انا مجهز لكم اياه تكرولي عليك الصيد مجهز لك اياه مجهز لك اياه تكرولين مجهز لك اياه تكرولين عراقي وسورية اوف يا عيالكم بيطلعون جميلين عيالكم بيطلعون جميلين وصوركم مع بعض وتصاميم فيديوهات مع بعض وحب لونج ديستنس ريليشن شيب واحد في العراق واحد في استراليا الحب الحقيقي محبة العالم شو اسمه محبة العالم بس والله انتم ضابطين ضابطين وضعكم كل زين الحمد لله الحياة الحياة حلوة فريد انا هنزل عشان اوقع على ورقة واطلع ايش؟ اوقع على ورقة واطلع زين رغد ها شنو وين؟ نازلة عشان هقول لك بعدين لا قولي باللايف علشان حوار السفر عشان السفر بتاعي اتبغل على ورقة انه اذا اطلع من سديم ما احكي على سديم بالسيء مو؟ وقعنا عليها من زمان يا غبي يا فضيحة اقسم بالله انا بتوديني في 60 دقيقة وبعدين يا غبي نتكلم على سديم ايه واحنا اساسا بنحبهم يعني اكيد ليش هي حوارات بنحبهم تعاي ترى انشر واتساب فويس اوه ماي جاد وات ذا فوك يا جماعه ايش قاعد يصير اللاج قاعد يخرج عن السيطره اللاج قاعد يخرج عن السيطره انا رايحه ورجع تاني وهفتح معاك فيديو كول ونشوف القصه دي مع بعض انت ايه مقصود معايا خلاص روحي لا بسون لسانه طويل روحي اسمع اسمع انت تقول ها نسوي مسابقات طب يلا نسوي مسابقات صوتك ناصي خلاص تقفل البطلات اسمع طبعا هنا عندي الميك اب كله حق رغد اوكي تتذكر لعبه المويه اللي سويناها زين فريد اتحداك تحدي ايش تكسر اثنين من الروج مال رغد يا حرام اثنين واحد لا اثنين وتخليهم بال بال بالمغسله هاي المغسله مال ايدي لا لا تد المغسله واريدها تصير حمراء يعني اريد اثنين لون احمر لا حرام بتزعل والله. والله بتزعل طب دقيقه ايش هذا لا مطفره ذي ما عندها شيء شوفني انا اختار اصبر يا عمي مطفره ذي ما عندها شيء انا اشتري لها دقيقة سنة غبي هاي باي بسيطة يلا يلا جاي والله اقسم بالله تذبحني اصبر يا خرا والله اللام بيكم لقول تربية سيس بفتح الباب وبهرب العالم كلهم دا يشوفون اللايف مالي ما سويت شيء ما سويت شيء للحين ما انتبهت البقرة امانة والله للحين ما انتبهت رغد انت عملت بقى ايه فريد لعب بالروج مالتك انت بتعمل ايه في الروج لا اطلع برا كلم خالد هو اللي حضرتك هو اللي حضرتك هو مش هنا عشان يتضرب عافيه هو مش هنا ولا والله 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 تكسر الميك اب بتاعي والله اشتري لك واحد
مشكلة انك بطفرة ما عندك روج حتى. عافية عافية رغد هيك ربيتش والله. بتقول له بتخلده يكسر الميك اب بتاعي؟ ايه هو اللي قال. لا هو اللي قال. يطلع لي هدايا حبيبي. ايوه ايوه يا مصرية جميلة. لسه هيكسر الدنيا. كنت هكسر. رغد لانك انت قلتي. هو اللي قال. اسمعيني. وتسمعيني. هو شي يقول لي يقول لي اني يقول لي انا جايين يقعد علينا. رغد يقول انا رجال. ما ادري ذكر هذا. تعالي 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 جبنا الجيران جبنا الجيران يا واطي. منو الجيران يا واطي؟ ماشي جيران جو خالد. يس فين رايحين فين؟ ماشي مين دق؟ تعالوا سلموا فيا. لا لا عشان هم ما يعمل لايف. هذه رغدة تسلم عليكم يا جماعة. بس ما لها خلق تطلع لك. المهم ما علينا. شلونك خالد شو مسوي؟ ايش بيها رغدة؟ ايش بيها رغدة؟ قاعدة تدق على الباب وازعجت الجيران. تعالي تعالي. تعالي شوفي 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 بس دقيقة. هلو خلودي. هلا اقول لك كيفك حبي جيس رغد. ايه اي مس يو والله مي تو. شو الشعر الحلو حبيبي؟ ميرسي ميرسي. لا رغد زي المجانين بتركض بالكرادور. طلعت من الغرفة فكرت في شيء. ممكن نشوف ايش لابسه؟ انا لابس بيجامة والله. يلا بشوفك. طالعه بالمرايه طالعه بالمرايه عمري طالعه بالمرايه والله. او ماي جاد. يلا باي باي باي. اقسم بالله والله انت ناوي تسجني. المهم فريد اسمع هذا اخويا مشترك بسديم والناس تحبك يعني يرضيك يرضيك. وين راحت رغد؟ والله سدمرك. ما ادري والله ما ادري والله. اتوقع قاعده تشوف شو اسمه قاعده تشوف اللايف بس رايحه اتوقع الاوراق ما ادري ايش. روح خلينا نلعب لعبه قبل ما اروح. يلا اعطيني بس دقيقه. صيح صيحة. ها؟ صيح رغد. مو موجودة. تمام. يلا نفس اللعبة مال الكلمات. كلمات. يلا. أنا كنت مخطط على لعبة الموية. ما عندي ماي بغرفتي. أوكي. إيه. يلا. يلا. شنطك كلمة شنطك كلمة. خفطتك اياها نفسي تتذكر الكلمات اللي طتك اياها لو ناسيهم؟ لا ناسي ناسي. شنطك 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 شنطك. اتصلت تعرف كل شيء عراقي. نعرف على بليسكم. هواية 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 اعرف عراقي. لا امزح. يلا يلا. اوكي. كبنج. ها؟ كبنج. في كلمة قريبة منها. مدري وش هو دبنج. مدري وش هو دبنج. لا 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 بعيدة. مو الغبي. مو دتشا دبنج. لا. دتشا دبنج. كبنج. كبنج. كبك ولا كبنج؟ كبنج. كبنج. اعطيني اياها في جملة طيب. سديت الكبنج. الباب. باب مال دولاب. دولاب. لا لا. درج. هو في شيء صح باب بس مال شنو؟ كبنج. كبنج كبنج كبنج. باب شنو؟ باب شنو؟ باب يعني. اوكي راح اقول لك اياها. شايف المحلات اللي لما بينا. اوكي اوكي اوكي. كبنج شو تسموه هذا؟ والله ما جراج.
ما ادري والله ما ادري ايش اسمه صراحه. المهم خلينا انا اعطيك واحده. مشكله انك تعرف. اوكي لا ما اعرف بواي شغلات. شفت ما اخر شفت اخر مقطع لرضا ولا لا؟ لا. اوكي كويس. يتباوى. ها؟ يتباوى. يتباوى؟ اه. يعني يتفاخر شايف حاله؟ يعني له علاقة بالكذب؟ لا. طين جملة. يتباوى من ورا الباب. يباوع من ورا الباب. اه يسترق النظر يعني. اه ايه يتباوى. يلا. خلينا نشوف شنو عندنا برضه مثلا. دوشق قال لك بها لو لا؟ ايه بس اني نسيت دوشق. يمكن اذا قربت لي اياها اتذكر. كلمة تركية. لا. دوشق نمت على الدوشق. نمت على الدوشق. رصيف. لا. شارع. ذكاء يعني واحد وين ينام على رصيف؟ سرير. اللي ينحط على السرير. يمكن تبي تخدعني. الفراش. اوكي مو الفراش ده تشوفه هذا اللي تقمز عليه. هذا الكبير اللي ايش هذا الفراش السبرينج شو تسميه؟ الفراش الضغط شو تسميه يا ذكي؟ شو اسمه نسيت والله نسيت دقيقة والله ما ادري. المرتبة ها؟ مرتبة ها؟ مرتبة. تمام جيد طيني كلمة. يلا يلا آخر كلمة اوكي؟ جوالي بيطفى. يلا نفروبك. قلت لي اياها غير. تعرف الشيء طيب؟ ها؟ تعرف الشيء؟ لا بس قايل لي اياها. طيب. شو اعطيني اياها الجملة؟ نفروبك. يعني ضرب له علاقة بالضرب صح؟ قريب. ايه. قريب. بس مو ضرب. نفروبك. مثل شيء ما اعرف زي اللي تعرف بوف يعني اللي لما تطيح واحد نفروبك. اعطيني جمله زي رموك طيحوك رموك هذا معناته نفروبك. نفروبك. اوكي نفروبك. اوكي نفروبك كبير ما له قاع. هذه دعوه عجائز عندنا يعني رموك كبير ما له قاع. المهم حبيبي خلود يعطيك الف عافيه. ماشي سلم لي على كل والله مره مشتاق لك ان شاء الله يوصل يلا حبيبي نشوف نزل شيء. ايش شو كنت حتنزل شيء؟ مخطط قاعد ارتب قاعد اغير كذا حاجه في القناه بعد المليون يعني. ماشي يلا ماشي. يلا نشوفك. يلا باي باي. سلم لي على الكل. ان شاء الله يوصل. باي باي. يلا اصبر يا خرا دقيقه يا جماعه. طلع ما سويت شيء والله ما سويت شيء والله العظيم ما سويت شيء. جاي تشيكين على الروج مره ثانيه كم سعره؟ عادي صح ينحط جربي حطي حاجه. انا حاسه ان هي ناقصه مش مرتاحه دقيقه يا جماعه عندي. فريد عمل حاجه وانا تحت والله ما سويت شيء والله مسترد. ما سويت شيء جماعه. فريد عمل حاجه وانا تحت والله ما سويت شيء يعني والله. انا اروح اودي جوازي ثانيه خلينا نشوف نواف سلمي عشان اسافر. سلمي على نواف. اروح اودي نواف وانت تعمل الحركه دي. نواف ليش ما تقدر تدخل؟ نواف اذا بس بتقول انت عملت ايه؟ ايش عملت؟ نواف ترى ابي ادخلك بس ما ادري ليش يقول لي ما يصير.
ما... لا لا ما عملش خلاص مصدقني. تعالي تعالي تعرفين ليش ما يدخن؟ شوفي ليه؟ هيفسر؟ لا unable to join يعني طلع من البث اسمه مو موجود. خالد كان بيحرضك عليا فريد؟ ايه الاسود اللي مرمي ده؟ ما ادري هو انت عملت ايه هنا؟ كسرت والله ما سويت شيء. والله ما سويت شيء. ايه الاسود ده؟ والله ما سويت. هذا شفتي هذا من ورا اللي كان مغطيه هذا انكسر. ماشي. لان جبهتك كبيرة بزيادة فلما انت تحط لك ما قدر يتحمل انكسر. مع اني انا مش مرتاحه لك بس ماشي يعني عادي ايزي الوضع يعني شوفي تسوين كذا. طب يلا عشان ناكل تسوين كذا يلا عشان ناكل. يلا عشان ناكل. المهم يا جماعه كان بث مره رهيب. كارولين والله اي لاف يو سو ماتش مره مشتاق لك بس اقسم بالله انا شاحني